ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا. وصلنا دلوقتي لفقره استوديو الحريف. بما ان كل حدث بنعيشه دلوقتي هو حدث استثنائي، فاحنا حلقتنا النهارده هتبقى حلقه مختلفه جدا. هنتكلم فيها عن لقاء اللي كلنا منتظرينه بكره ان شاء الله. حلقاتنا كلها حلقات استثنائيه، هنحلل كل حاجه ليها علاقه بمباراه القمه، المباراه التاريخيه ما بين نادي القرن الافريقي الاهلي ونادي القرن الاوروبي ريال مدريد. وعشان كده احنا دلوقتي معانا ومنورنا الاعلامي والمحلل الرياضي اللي نورنا قبل كده طبعا شريف يسري، واللي مجهز لنا مراجعه ليله الامتحان هيحلل لنا فيها المباراتين اللي فاتوا ان شاء الله، ونحاول نعرف منه هيحصل ايه في المباراه اللي جايه قدام ريال مدريد. اهلا بيك يا شريف ومنورنا. اهلا بيك يا اميره واهلا بهند. اكيد شفت انت قالت ليله الامتحان، فبناء عليه قالت لك على طول اللي هو هيحللنا. ما اكيد يا ليله الامتحان عايز يعني حد يحل بسرعه. بالظبط. احنا مش عايزين نحلل، عايزين نحل. اولا انا مبسوط ان انا موجود معاكم. احنا كمان وعايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، ان انا المره اللي فاتت لما كنت موجود عندكم البيج بتاعتي كانت داخله على 1,000,000 ما شاء الله. بعد على طول مباشره بعد البرنامج البيج اتقفلت، يعني فانا استاذن انا النهارده يعني اطمنوا عليا بعد لا افهم ليه ايه اللي حصل. لا مجرد مخالفه بس خاصه بحاجه معينه، فدي جزئيه اولى. الجزئيه الثانيه اكيد انا مبسوط جدا ان انا موجود معاكم، مش مجرد كلام، الروح الحلوه يعني خليك. كمان ما شاء الله عليكم حقيقي، يعني دي نقطه. النقطه الثانيه عايز اشكر احمد فرحات اكيد ان انا موجود، وكمان الناس اللي دورت عليا في موضوع البيج لما اتقفلت، يعني الناس اللي هي دورت عشان هم عايزين بالظبط ليله الامتحان او بشكل عام شخص، يعني فاكيد يعني دي حاجه عظيمه جدا. اخش في حاجه سريعه جدا مهمه جدا. امبارح كان في حدث عظيم جدا، وهو انه موندو ديبورتيفو كانت اتكلمت على النادي الاهلي بشكل عظيم قوي، بشكل يعني يدعو للفخر. بدات تتامل في شعار النادي الاهلي، وبدات تقول ان النجوم اللي موجوده على النادي الاهلي دي اللي فوقيها ده من 40 دوري. بدات تتكلم على النجوم اللي موجوده تحت من 10 دوري ابطال افريقيا، وبدات تتكلم انه الفريق ده بقاله يعني هو اكتر فهو انجح فريق في العالم. حضرتك متخيله الجمله نفسها، انجح فريق في العالم؟ تخيل معايا كده لما يكون يعني فريق مهما ايا كان انت بتنتمي لايه، يعني مثلا مش ريال مدريد، انت بتتكلم في ناس يعني اباطره في كره القدم، فانت لما يتقال على الفريق بتاعك هو انجح فريق موجود في العالم، فاعتقد ان ده فخر ما بعده فخر لاي حد في الدنيا، اي حد مصري لاي حد افريقي اي حد طبعا اي طبعا. يعني ومعلش بس عايز اقول حاجه، انا النهارده جاي احلل وهنتكلم على ريال مدريد بشكل عام. انا بشجع برشلونه، لكن انا لا انكر لكن انا بدانا نتفق، خلي بالك اخيرا بدانا نتفق. اول حلقه انا بدأ فخلينا نقول انه ده ما يمنعش ان انا اقول انه افضل نادي في العالم واكبر نادي في العالم هو ريال مدريد قطعا. مش عشان انا بنتمي او انا بحب نادي برشلونه، ودي معلش يعني دي لاصحاب العقول، يعني موضوع المقارنه من غير ما الدخول في تفاصيل، يعني بس المقارنات يعني مش محتاجه ان احنا نتكلم في انه النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا جدا بغض النظر عن انتمائك ايه. مظبوط. نبتدي بقى باللي فات. ايه اللي فات؟ اللي فات اوكي وسياتل ساوندرز، الماتشين يمكن خلصوا بمكسب لكن مختلفين. يمكن اوكلاند الاداء كان مختلف، كان افضل شويه من سياتل ساوندرز. قول لي شايف الماتشين ازاي؟ خليني اقول لك انه يعني من فضل الله كنا اتكلمنا في ليله الامتحان، ودي احد الاسباب اللي انا موجود النهارده عشانها. ان احنا كنا اتكلمنا، يمكن انا في المباراه الاولى انا توقعت كل اللي حصل بالظبط، حضراتكم يعني تقدروا تشوفوا الحلقات يعني. فكل اللي حصل بالظبط، مفاتيح اللعب بطريقه المباراه، بان المباراه تخلص فرق سكور في المباراه الاولى بتاعت اوكلاند سيتي. واتكلمنا عنه انه كان في فارق في المستوى، ولكن كولر هو برضو نفس الطريقه اللي لعب بيلعب بيها، خلاص هو سبح عشان تبقى عارف حضرتك انه كل مره هو خلاص بالنسبه لي الدفاع، خط الدفاع بشكل عام وايضا الخط الوسط دول خلاص الثابتين، خلاص هم دول الثابتين، اي تغيير هيبقى في الاسلحه الهجوميه او الثلاثي اللي موجود في المقدمه. وبالتالي الافكار لازم تبقى عارف ان انت برضو كل ما بتلعب انت مستوى الفريق اللي قدامك ايه. مش معناه ان هو زي ما بعض الناس قالت انه الفرق مش عارف ايه الدوري المصري، ده كلام يعني انا اسف يعني كلام فاضي، لكن الفريق فريق تقيل جدا وفريق قوي، لكن اللي اتقل منه كان
سياتل. سياتل احنا بنتكلم في فريق بقاله يعني هو اخر طبعا هو مش متواجد في الترتيب الدوري او نهى الدوري يعني في مركز تقريبا كان ال 12 لكن عادي جدا. النادي الاهلي الموسم الماضي كان في المركز الثالث. ده ملوش علاقه, ده ليها علاقه بس بتغيرات كتيره جدا بتحصل للفريق. فده اللي كان التغير انه كولر اتبع يعني اسلوب مختلف شويه, انه الفريق اللي قدامك اللي هو سياتل ساوندرز هو فريق هجومي بشكل كبير, فريق عنده الاطراف صعبة جدا, فبالتالي هو بدأ يقسم المباراة لمراحل. وبرضه أكيد مش بقسم المباراة اللي هو سايب لهم الكرة, لا هو عنده بعض الأفكار, الأفكار دي هو بيلعب قصاد مدير فني تاني ذاكره بشكل كويس لحد ما بدأ يغير الموضوع في الشوط الثاني وبدأ ينزل قفشة وينزل بقية يعني أقصد أقول بدأ يبقى الاختراق من العمق أو البنتريشن يعني, ومن هنا بدأ النادي الأهلي يسجل الهدف. الفكرة بتاعته اتغيرت. طيب احنا هنا دلوقتي اتكلمنا عن اوكلاند سيتي وعن سياتل, شايف كولر ممكن يعتمد طريقه ثالثه في مواجهه الاهلي مع ريال مدريد؟ قطعا. هو انت كل مره لما بتكون متواجد في, في, في يعني كارلو انشيلوتي مسك النادي الاهلي وقعد ان هو يذاكره ويشوف ده بيعمل ايه وده اسمه ايه وده تحركاته ايه, وبدا يجيب اكبر اللعيبه اللي موجوده فينيسيوس وبدا يجيب توني كروس ولوكا مودريتش وبدا يقعدهم. شفتي انت ابتسمتي ازاي؟ طبعا بدا يقول له ده تحركاته كذا. والجمله بتاعت حمدي فتحي ان هو يطلع, حمدي فتحي احنا عارفين الجمله الشهيره اللي بتتعمل ان هو بيطلع يستنى يشوف المساحه فين عشان يبتدي يجري فيها في خط الدفاع بتاع الفريق المنافس يعني. فاكيد طبعا هو ذاكر الكلام ده وعارف يا جماعه خلي بالكم الراجل رقم 8. فبدا كولر يعمل حاجه جديده وان هو يحرك حسين الشحات من مكانه. هيبتدي برده كارلو انشيلوتي يتفرج على ده ويتفرج على ده ويقول لهم الناس دي بتتحرك, لكن عمره ما يعني مش مثلا يقول لهم يلا احنا هنلعب بالطريقه الفلانيه, لا الفريق اللي قدامك بيلعب بانهي طريقه. انا عايزاك بقى تبتدي النهار تروح كده هناك كده. ايوه بالظبط, انت بما انك سخن يعني فيلا بقى يلا بقى تروح هناك كده وقول لنا مراجعه ليله الامتحان لماتش الاهلي وريال مدريد. برشام بقى بالمره معاك. انت عايز حد يحل حل. لا مش عايز الحريفه بقى خلاص انا ما احنا عايزين بقى نبدا احنا مباشره. يلا احنا عايزين نبدا بقى. خلينا نقول في البدايه هي صوره يعني بتدعو للكثير والكثير من الفخر. احنا بنشكر النادي الاهلي اللي جابنا ووقفنا الوقفه دي ان احنا بنلاعب نادي ريال مدريد. انت في مستوى وفي ليفل تاني خالص في مباراه رسميه, ودي يعني دي الفكره مش مساله مباراه وديه او الكلام ده كله, لا انت بتتكلم في مباراه رسميه العالم كله قاعد بيتفرج عليك ده بشكل كبير. خلينا نقول في البدايه ان الراجل ده مضغوط عليه ضغط كبير جدا. وخليني انا اسالك سؤال في البدايه, هو انت بالنسبة لمباراة ما بين الأهلي وريال مدريد مين اللي عليه الضغوطات الأكبر لازم يفوز, اللي لو خسر هتبقى أزمة كبيرة؟ مين؟ ريال مدريد طبعا. طبعا لو احنا قلنا الكلام ده نبقى احنا بنقول أي كلام وخلاص. فهو ريال مدريد مطلوب منه, وريال مدريد بيعيش فترة من أصعب الفترات, والراجل ده متحمل الكثير أوكي, لأنه هو دلوقتي في فرق كبير ما بينه وما بين برشلونة وصل ليه 8 نقاط. الراجل ده خسر الكلاسيكو في السعودية لحساب برشلونة, والراجل ده حتى الآن المباراة اللي فاتت عمل حساب كبير جدا للنادي الأهلي, بس احنا بنستحي او بنخاف يعني ان احنا نقول الكلام ده. لا احنا فعلا اتعمل لنا حساب كبير جدا جدا, وبالتالي الراجل ده ريح توني كروس, ريح لوكا مودريتش ودي الأسلحة الأساسية اللي موجودة عنده في نص الملعب, وأيضا كان عنده ديفيد ألابا كان متواجد على الدكة لسه راجع من الإصابة, وهو أصلا عنده مشكلة في الباك ليفت وده اللي احنا نتكلم عنه في التكتكس. ربنا يكتر مشاكلهم يا رب. يعني بالظبط لا يقدر على القدرة اللي ربنا. عارف يا شريف كمان الراجل ده لو خسر ماتش الأهلي مش موجود. ممتاز بس حقيقي. خلينا نقول من هنا اللي هاخد من كلامك ده ممتاز جدا جدا, هو عارف اللي جاي يا جماعه. ما ينفعش ريال مدريد تحت اي ظرف يخسر من النادي الاهلي ويخرج من البطوله. ده ليه؟ لانه في عام 2012 تحديدا كانت في مباراه في نهائي كاس العالم للانديه ما بين كورينثيانز البرازيلي وما بين فريق تشيلسي. تشيلسي خسر المباراه دي 1-0. الصحافه الاوروبيه اكلت وش تشيلسي ساعتها وقالت وصفته بالعار على الانديه الاوروبيه, لان هم شايفين انه في جاب كبير جدا خصوصا على مستوى الانديه, يعني ربما على مستوى المنتخبات انت بتتكلم في منتخبات لاتينيه مرعبه, لكن على مستوى الانديه فدي يعني حاجه كبيره, فدي هتبقى وصمه عار كبيره جدا في جابين ريال مدريد بشكل عام والصحافه يعني, ومش هيكمل. تخيل معايا كده يعني مجرد تخيل, يعني انا تخيل لو الراجل الطيب ده كان سبب اوكي في انه يقال
واحد زي تاكيس جونياس، زي جوزفالدو فيريرا، زي كارلو انشيلوتي، يعني خلاص احنا مش عايزين حاجه، احنا قفلنا الكوره خلاص، احنا مش عايزين اي حاجه. وبالتالي الراجل ده عليه ضغوطات كبيره جدا جدا جدا. والناحيه الثانيه عايز افكرك بس انه نفس السكواد اللي بيلعب بيه حاليا مارسيل كولر هو نفس السكواد اللي كان متواجد في نهائي افريقيا وخسر المباراه بظروفها امام الوداد، خسر ايضا الدوري لحساب نادي الزمالك وخسر الكاس لحساب نادي الزمالك، هو نفس السكواد، مفيش ولا لاعب، ولا لاعب زياده، مفيش ولا لاعب محترف دلوقتي في السكواد ده حاليا دلوقتي يعني زياده اتضاف على الفريق. فده بيبين لك ان هي نفس العجينه اللي هو شغال بيها، هو عمل بيها نفس الادوات، عمل بيها طبخه تانية مختلفه، عقليه مختلفه. خلينا نقول بنتكلم على مين افضل مدير فني في العالم، مين افضل مدير فني؟ هنقول مثلا بيب جوارديولا، مهما كان بيروح في اي مكان في الدنيا بيجيب صفقات ناريه وارقام كبيره جدا وحاجات كتير، وضع طبيعي. الراجل ده لحد النهارده ما جابش صفقات من وجهه نظره، فدي اول حاجه بشكل كبير جدا في المباراه، ودي اوراق المباراه او معطيات المباراه. خلينا نروح للصوره اللي بعد كده، دي غيابات ريال مدريد. ريال مدريد غايب عنه كريم بنزيما، وكريم بنزيما هو يعني احنا بنتكلم على روح وشخصيه ريال مدريد، اللاعب اللي جاب يعني طيب. احنا بنتكلم في شريف، هنوقف بس شويه، هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاك بقى الغيابات ونقاط القوه والضعف بينك وبين كريم بنزيما. مع السلامه كريم. هنخرج فاصل مشاهدينا ونرجع نكمل معاكم ليله الامتحان، استنونا. رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين حلقتنا ومراجعة ليلة الامتحان مع شريف اللي منورنا كالعادة. شريف يلا، كنا واقفين عند كريم بنزيما. انطلق يلا، انطلق يلا، انا عايز اعرف انت وقفت لحد فين وانطلق. اوكي الغيابات. طيب يلا خلينا نتكلم على كريم بنزيما اللي ما بتحبوش اميره. فيعني كريم بنزيما هو شخصيه ريال مدريد زي ما احنا قلنا، هو اللاعب اللي صنع الفرق بشكل كبير جدا في دوري ابطال اوروبا خلال العام الماضي، هو اللي من الاخر كده هو اللي جاب الـ 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 الكاس نفسه. كريم بنزيما هو الوحيد اللي كان بيبقى فيه فرق سكور عظيم جدا للفريق اللي قدامه، وهو اللي عنده ايمان ويعني كده ان هو هنرجع يعني في زي ما احنا بنقول عندنا يعني شخصيه النادي الاهلي. فده الشخصيه بتاعت الفريق. ففي كريم بنزيما مش موجود، لكن احنا عندنا واحد يعني مصيبه سودة يعني. عندنا طبعا يعني احنا بنتكلم في رودريجو، حاجه عظيمه جدا جدا وهنتكلم عنه كمان شويه، لكن كمان عندنا ميندي وايضا ايدن هازارد اللي اصلا مش موجود بشكل عام يعني. وهو سبحان الله بعد ما كان ماشي بشكل كويس جدا من ساعة كاس العالم ومن ساعة انتقاله للريال مدريد، وسبحان الله هي يعني عشان كده بنقول انه هو في الاول وفي الاخر الاصابات هي اقدار في الاول وفي الاخر. وطبعا ميليتاو وايضا امبارح تيبو كورتوا اللي احنا اتبسطنا، ولو امبارح اتبسطنا بشكل كبير جدا يعني. اميره قاعده بتتبسط بس يعني ما اوكي. وطبعا مبسوطه جدا صراحه. فدي الغيابات بتاعت ريال مدريد. طيب سؤال بقى عشان كل الناس، هل الغيابات دي هتؤثر على ريال مدريد؟ طبعا هتؤثر طبعا، والا ما يبقى لهمش قيمه يعني. في ناس تقول لا هو مش لا طبعا هتأثر. انت عندك غياب كورتوا تحديدا، انت لو الماتش وصل لضربات جزاء لو كورتوا موجود موقفك هيبقى صعب قوي. ايوه وضع طبيعي يعني لان هو في ضربات الجزاء طبعا يعني طبعا يعني اخطبوط ما شاء الله. بس احنا علمنا عليه لما كانوا بيلعب مع بلجيكا، فاحنا علمنا عليه. اوكي ناخد بقى اللي بعده مباشره وهي طريقه اللعب. ننتقل للصوره اللي بعدها اللي خاصه بطريقه اللعب اللي بيلعب بيها كارلو انشيلوتي. كارلو انشيلوتي بيلعب بال 4 3 3، دي الطريقه الاساسيه، لكنها بتتغير في الصوره اللي بعدها مباشره. هتلاقيها ان هي بتتغير لما بيخش لاعب من الاثنين اللي موجودين على الدايره اللي هو رقم 8 بيخش في رقم 10 علشان حاجات كتيره جدا هنتكلم عنها كمان شويه. ودي الطريقه بتاعت ريال مدريد بشكل عام. واحنا على قد ما بنقدر طبعا احنا بنختزل الموضوع بشكل صغير يعني، عايزين نكمل في الصوره اللي بعدها. ده اخطر لاعب ودائس اكبر سلاح عند ريال مدريد بشكل غير طبيعي. حاجه يعني حاجة مرعبة طبعا. أكيد كلنا عارفين فينيسيوس وعارفين قدراته وعارفين سرعته وعارفين إزاي تحول من لاعب يعني ضعيف جدا والناس كلها كانت بتتريق عليه، وأنا واحد من الناس كنت بشجع يعني برشلونة قاعد بضحك عليه يعني، لكن طبعا وصل لمستوى غير طبيعي. بنتكلم عن لاعب هيحجز الكرة الذهبية ما بينه وبين كيليان مبابي أو حتى واحد زي إيرلينج هالاند. فالناس دي ركز على الناس دي هي الفترة اللي جاية هي اللي هتبقى في الكرة الذهبية، وده من ضمن الحلول اللي بيعتمد عليها كارلو أنشيلوتي بشكل كبير جدا، سواء كان من سرعته على الأطراف، وريال مدريد مميز جدا في السرعة اللي على الأطراف، وأيضا مش بس سرعته، لا هو كمان يعني واحد على واحد مرعب.
واحد على اثنين مرعب، واحد على ثلاثة مرعب، يعني خلينا منطقيين يعني. والله ده واحد على 11 على 11 مرعب بالظبط. فدي جزئية. خلينا نروح للصورة اللي بعدها، وده اللي أنا بشفق على الراجل الطيب ده أكيد، محمد هاني، لكنه كان راجل جدا جدا. صح. في مباراة البايرن على ألفونسو ديفيز وعلى سيرجي جنابري، وكان أصلا بقاله فترة، يعني أنا واحد من الناس اللي طلعت انتقدت محمد هاني خلال الفترة اللي كان فيها أكرم توفيق، واتكلمت إنه لازم يكون الشخص ده يكون عنده دوافع، يعني مش مسألة إن واحد جه قعدني وخلاص. لكن بسم الله ما شاء الله، يعني إحنا بنتكلم حاليا لاعب مميز جدا جدا وشايف نفسه بشكل كبير، لكن المهمة تقيلة قوي قوي. لما كان بيلعب في البايرن كانت أرقامه مميزة، قطع الكرات 5 مرات، اعترض الكرة قبل وصولها لأحد اللاعبين سواء كان جنابري أو حتى ألفونسو ديفيز 4 مرات، وايضا قطع الكرات دون الاستحواذ عليها من 6 مرات، ودقه التمرير وصلت ل 91%. النادي الاهلي لعب كره عرضيه يتيمه في المباراه دي، اللي احنا انا شخصيا يعني هو ليس بالامكان اكثر مما كان، بس يعني احنا برضو كنا خارجين زعلانين، ما عملناش لا مننا لعبنا ولا مننا في نفس الوقت، عشان كده عايزين بكره ان شاء الله الامور تختلف بعض شيء ان شاء الله، يا رب يا رب تختلف ان شاء الله تعالى. العرضيه الوحيده جت عن طريق محمد هاني، فيعني انا بوريك صعوبه الموضوع، ومن هنا لابد ان يكون في حد متواجد، مش محمد هاني اللي هيبقى متواجد، لابد من ايقاف السلاح الخطير اللي هو فيني، والسلاح الخطير ده لازم يكون فيه معاونه من اكتر من حد، لكن ابرز الحلول هو الوينجر. الوينجر اللي متواجد ده هو يعني احنا بنتكلم واحد زي مثلا من وجهه نظري انا، يعني لو انا هقول وجهه نظري، هو حسين الشحات. حسين الشحات تمت اراحته المباراه الماضيه، ويعني ما كانش موجود، واعتقد ان كولر بيجي في دماغه يعني بعض الحاجات، زي ان هو مثلا عارف ان هو ربما يقابل ريال مدريد وعنده سلاح تاني، فهو اكيد عايز برضو يريح اللعيبه شويه، فاعتقد ان حسين الشحات دوافعه كبيره، هو كان متواجد لما كان موجود مع العين، وعمل يعني مباراه عظيمه جدا جدا، ورقص الدفاع كله، كلنا عارفين يعني اللقطه الشهيره، وبرضه حط الكره في العارضه، بس يعني ايا كان قصده اقول ان هو عنده مهام دفاعيه بشكل كبير، ودوافعه يقدر ان هو يرجع مع محمد هاني ويعني يقفل على قد ما يقدر. ده بالاضافه برضه لأليو ديانج. أليو ديانج اكيد انا من وجهه نظري انه لازم يكون هو المثلث اللي موجود في نص الملعب الثلاثي، اللي هو بنتكلم على محمد هاني وايضا حسين الشحات وأليو ديانج، الثلاثه دول لازم يكون في قريبين من بعض بشكل كبير جدا. دي نقطه. النقطه اللي بعد كده هي خاصه بمحمد عبد المنعم، اتمنى كمان ان هو اللي يرحل يبقى موجود في الجبهه اللي ناحيه فينيسيوس، اللي هي الجبهه اللي فوق شويه، يعني علشان يبقى نامن نفسنا بشكل كبير. خلينا نروح لجزئيه اللي بعدها مباشره، وهو السلاح الاخر، وهو الرقم 10. الرقم 10 احنا بنتكلم في الاثنين الاباطره اللي هو ريحهم، مش بالضروره الاثنين يلعبوا. اعتقد ان ممكن يكون في اشراك لواحد منهم، ولا لو هو بيشارك الاثنين يبقى هو بيهزر بصراحه يعني، ونسيب المباراه ونمشي يلا يا جماعه كده يعني. فالاثنين دول طبعا احنا بنتكلم في اللي بيزيدوا بيبقوا متواجدين على الدايره لاسباب كتيره جدا، سواء كان ان هو يعمل الكرات البينيه، او حتى انه فيني بيبقى متواجد بيخش لحد هنا، وبعدين بنلاقي انه رودريجو اللاعب المتحرك بشكل غير طبيعي، يعني احنا بنقول بنزيما وشخصية البطل والكلام ده كله، ستايل مختلف تماما بالنسبة ليه رودريجو، اللي هو اللاعب الفولس ناين، او اللاعب اللي هو المهاجم الوهمي اللي هو بيتحرك في كل حته، فبياخد الدفاع معاه علشان يبقى في واحد موجود هنا، اللي هو اي واحد من الاثنين سواء لوكا مودريتش او توني كروس يبقى موجود هنا علشان يصوب مباشره في المرمى، او حتى يعمل بينيات او الكلام ده كله، او على الاقل ياخد عين من عيون الدفاع. دي من ضمن الحاجات الاسلحه القويه جدا، احنا مش هنختزل دول بس يعني، بس هو في اسلحه اكيد ثانيه. شوف اللي بعدها. ودي من ضمن الحاجات. هيكتور كوبر اكيد. مارسيل كولر، انا والنبي مش عايزين هيكتور كوبر، مارسيل كولر. يعني خلينا نتفق ان هو دي الطريقه بتاعته اللي بيلعب بيها كل مره. قبل ما نتكلم عن حبيب قلبنا، أيوة. عشان ده نديله بقى وقت. نديله وقت خالص، هنطلع فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم. مارسيل كولر البارون، فعلا فيديو مشرف جدا. طبعا عايزه اشكر رشاد من الاعداد معانا على الفيديو الخطير اللي عامله، حاجه فخامه وعظمه كده فعلا. رجعنا معاك يا شريف تاني، وهنتكلم بقى ايه، دخلنا على حبيب قلبنا كلنا كولر، اتفضل. يعني اعتقد حتى الانفوجراف اللي انتوا او الفيديو جراف اللي عرضتوه يعني بيتكلم على ارقام ما شاء الله، ارقام عظيمه جدا جدا جدا. بنتكلم في واحد ما تهزمش لحد دلوقتي بمختلف البطولات والمنافسات اللي لعبها والمباريات الكبيره تحديدا، ويعني حط على المباريات الكبيره من غير بس ما انا اذكر اسماء، لكن هو في مدير فني الناس بتحبه قوي، موجود في الاهلي طبعا، مش مانويل جوزيه يعني،
وهو جامد جدا وكل حاجه، لكن عايزك تشوف ارقامه في المباريات الكبيره، لانه ده فيصل بشكل كبير جدا. المباريات الكبيره هي اللي بتحسم البطولات واللي بتعمل كل حاجه في الدنيا. فخلينا نقول انه بعد هزيمه ريال مدريد في المباراه الماضيه امام ريال مايوركا، سالوا خافير اجيري المدير الفني اللي هو كان بيدرب المنتخب المصري وهو المدير الفني لمايوركا، قالوا له ايه سبب ان انت، ايه اللي خلاك تفوز يعني؟ فقال لهم السر هو في تضييق المساحات. واعتقد انه الجمله دي لابد ان هي تكون في اذهان جميع لاعبي النادي الاهلي وطبعا الجهاز الفني، انه ما فيش ريال مدريد ما يعني وضع طبيعي ما تدروش مساحه خالص، وده بيتطلب ان يكون احنا بنتحرك ككتله واحده. في حاله الهجوم احنا بنلعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة بتاعتنا، وطبعا بعيدا عن الافكار الفنيه اللي موجوده فيها، واكيد ما فيش يعني وقت ان احنا نتكلم فيها. شايف انها ما تتغيرش؟ لكن لا، هتتغير مع المنظور، مع يعني في الشكل الدفاعي. خلينا نشوف في الصوره اللي بعدها مباشره، هنلاقي انه النادي الاهلي في تراجع. ده لما تلاقي ريال مدريد طالع لحد هنا، فده وضع طبيعي. تبقى عارف ان انت لازم تكون متراجع بالشكل ده، بس الاطراف متواجدين. يعني لو الكوره من الناحيه دي على سبيل المثال يعني، فهو الاطراف زي ما حضرتك شايفه انه بيخش بيبتدي يرجع لورا، مثلا محمد هاني بيقابل حسين الشحات من هنا، فبيبتدي اليو ديانج بيرحل الناحيه دي، لو ده اليو ديانج او حتى حمدي فتحي وهنا اليو ديانج. يعني اقصد اقول انه لازم يكون في تضييق المساحات، هتفتح المساحات، والناس اللي معتقده ان احنا نازلين قصاد ريال مدريد و وسع يا جدع، ومفيش حاجه اسمها كده يا جماعه، وبتعقل. ودي مباراه مهمه جدا امام فريق كبير مهما كانت الغيابات، وانت يعني طموح ان انت تفوز وهو طموح برضو ان هو يفوز، فلازم الموضوع يبقى بتعقل. خلينا نروح للي بعد كده مباشره، انه ده يعني بعض الاسلحه اللي ممكن تلعب بيها ريال مدريد، او خلينا نقول ان هو ده نقاط الضعف بتاعت ريال مدريد. طبعا كاي فريق كبير في الدنيا ريال مدريد خلاص الناس الاثنين قلوب الدفاع بيبقوا موجودين على خط على في 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 الوسط، بيطلعوا بشكل كبير جدا، وبالتالي بيكون في مساحات، ومن هنا يبقى انت لازم تجيب لعيبه بتستغل المساحات. وده اللي انا اساله للناس، يعني انه وجهه نظرك. اكيد الناس اللي في النص الملعب والناس اللي موجودين في خط الدفاع معروفين خلاص، هم ثابتين، لكن الثلاثي الامامي تفتكر مين ممكن يكون متواجد؟ يمكن انا قلت بس يعني اقتراح في موضوع حسين الشحات، لكن مين تاني يبقى موجود في في المقدمه، ومين كمان يبقى موجود الناحيه الثانيه في الوينجر ليفت وينجر؟ هل ممكن يكون واحد زي مثلا على سبيل المثال بنقول كلام اي كلام يعني، هل ممكن يكون مثلا انت تدفع ب تاو مثلا؟ يعني هل انت ولا انت لا انا مش ده الستايل؟ هل ممكن تدفع طاهر عشان انت عارف ان هو بيدافع كويس؟ وخلي بالك هي الحيره دي، هو نفس الحيره اللي بيقع فيها مارسيل كولر. هو انا تخيلي للمباراه ايه؟ ومن هنا احنا بنقول ان اي مدير فني، وانا شخصيا يعني بكون يعني قبل المباراه بكون حاطط سيناريو، هو وارد جدا السيناريو ده يبقى عظيم جدا ويطلع زي ما انا عايز، وارد جدا يطلع حاجه مختلفه تماما، فبالتالي ببتدي ان انا اعمل تغييرات لو انا يعني مدير فني، فببتدي ان انا اعمل تغييرات وفقا للصوره اللي وضحت لي. الحاجه اللي بعد كده شريف، انا عايز اقول لك ان احنا عندنا 10 دقائق تقول كل حاجه فيهم يا شريف، كل حاجه كل حاجه أنا عندك تطلعها. اوعدك بس انا اديتك اهو التايم علشان ايه ما يبقاش في حاجه وقعت. انا اوعدك. تاني حاجه خلينا نقول انه في مشكله عند ريال مدريد خاصه بالظهير الايسر. في مشكله يعني هو ما عندوش الظهير، مندي مش موجود، فبالتالي هو بيعمل حاجه كده ان هو بيجيب كامافينجا ويحطه هنا في المكان ده عشان يعوض بيه الغياب ده. كامافينجا هو مكانه في وسط الملعب، فهو بيلعبه الناحيه دي، وبالتالي ده مش مكانه، فهي ثغره. هو مستوى عالي في النهايه مش مكانه، فهي ثغره. هو عنده ديفيد ألابا، وده اللي عائد من الاصابه واللي ما رضاش يلعبه علشان يغتزلوا لكاس العالم للانديه. فديفيد ألابا كان ممكن ان هو بيلعب مع ريال مدريد قلب دفاع، عكس مثلا ما كان بيلعب مع البايرن معظم اوقاته كان بيلعب باك ليفت. فهنا ممكن هو ينزله هنا، يبقى كامافينجا يبان، او ان هو ينزل ناتشو هنا ويبقى هنا ديفيد ألابا. هنا ناتشو هو اقل لاعب في مستوى في خط الدفاعي بالنسبه لريال مدريد، اقل لاعب. يا رب اقل الحقيقي، يعني هو ما بقولش ان هو لاعب، لكن هو اقل واحد. فاعتقد انه اللاعب ده بغض النظر ان هو اللي دخل الهدف يعني في نفسه في المباراه الماضيه بتاعه ريال مايوركا، لكن هو فعلا اقل من اللعيبه اللي موجودين، واعتقد انه ده ثغره
بالنسبة لريال مدريد وهو الموجود يعني تقريبا هو المتاح يعني ده لو هو لعب بيه، يبقى لو لعب بيه هنا يبقى كما لو هو لعب بناتشو هنا يبقى هو ده المشكلة عندنا هنا، لو لعب بألبا هنا يبقى الناحية دي هيبقى كامافينجا، وأرجح إن هو هيلعب بكامافينجا باك شمال، فأعتقد إنه ده مش مكانه ممكن إن إحنا نستغله. ده خلينا نروح للي بعده مباشرة، أهو أنا بجري أهو أهو أيوه أوكي أيوه يلا. هو الأطراف بشكل عام لازم تبقى عارف إن الاتنين دول تقال قوي قوي قوي، وهم اي لعيب كره مستحيل هتلاقي ميسي نفسه ما بيدافعش، طبعا مش مطلوب منه يدافع، لكن انا بقول ميسي باشا مش مطلوب منه يدافع يعني، لكن اقصد اقول انه وضع طبيعي فيني ده يعني هو مش جامد دفاعيا، فبالتالي بيبقى فيه هنا كامافينجا هو اللي بيشيل الليله لوحده. وفي نفس الناحيه الثانيه برضو ماركو اسينسيو لو هو اللي بدا المباراه برضو نفس المواصفات، ومن هنا لابد ان انت تستغل الاطراف في لما تيجي تعمل هجمه لازم تستغل الاطراف، لازم تبقى عارف ان هنا تحديدا ده مش مطلوب منه انه يدافع اصلا، ما بيطلبوش بالدفاع، ورجوعه بيكون يعني على استحياء كده انا جاي اهو كده يعني، لكن انت ممكن تستغل الاطراف تحديدا ان انت تعمل عرضية منها، والعرضية يعني ما فيش ممكن عرضية وحد يحط هدف، او ان انت تخترق، او ان انت تودي حمدي فتحي في الاتجاه ده. نشوف اللي بعده. أندريا لونين، وده طبعا اللي هيشارك مكان تيبو كورتوا، اكيد في فارق كبير جدا، ويمكن هند قالت الموضوع ده انه في فارق كبير جدا ما بين الاثنين، فاعتقد ان انت عن طريق تصويبات برضو ما بقولش ان هو وحش، هو مش وحش بس اقل من تيبو كورتوا الاخطبوط، فانت عندك فرصه كمان ان الحارس مش هو الحارس الاساسي، وفي ناس بتقول انه ارقامه افضل من ارقام كورتوا، هو لعب كم مباراه؟ ما هو انا ممكن يعني انا هلعب خمس مباريات، ارقامي في الخمس مباريات مش زي ما يعني الناس اللي بتلعب، واحنا عارفين ان الماتشات دي مش ماتشات ارقام، هي ماتشات شخصيه اكتر بالظبط، لانه دي بطوله برافو عليك بالظبط، فمحتاجه لعيب، بس هو برضو بيلعب في ريال مدريد فاكيد الشخصيه موجوده كده كده يعني، الناس اللي بتلعب يعني لعبه ما يعني من لعب الكيدي بتاعك بيقل كل ما بتلعب عدد مباريات، ده وضع طبيعي صح، فعدد ماتشات يعني، فهو ده نفس القصه بالظبط على الحارس ده، اتمنى ان احنا نستغله بشكل كبير. نروح للي بعده. طيب وصايا الثلاثة عشان يا سلام طبعا لازم نقسم المباراة، نبقى عارفين ان ريال مدريد هينزل يفرض شخصيته بشكل كبير وينزل في حماسه والى اخره، واتمنى ان النادي الاهلي في اول ربع ساعه تحديدا يبقى يعني واحده واحده كده هيبقى هادي يا رب، واحده واحده كده ومع بعضه، علشان اللعيبه لو في اي توتر، انا مثلا يعني وده احنا بشر في الاول وفي الاخر على طول ده يتم امتصاصه، وده اول ربع ساعه يعني في التعامل، لو لا قدر الله دخل فينا هدف بهدوء، مش افتح يا جدع وهنرد يا جدع خالص، بهدوء برضو، والمباراه تكون مقسمه انه لو ولازم يكون اللاعب مهيئ نفسيا ومتفقين انه لو حصل فيه هدف فاحنا هنتعامل بالشكل الفلاني. انا من وجهه نظري نفس الطريقه هي هي علشان المباراه تتقسم، وبعدين لما يظهر بالنسبه للمدير الفني بعض النقاط الضعف يبتدي ان هو يعمل التغيير وينزل اللاعب الفلاني علشان يبتدي ان هو يصنع الفارق. قبل اي حاجه المباراه دي هي مباراه شخصيه، وشخصيه النادي الاهلي لازم تظهر في المباراه دي، واحنا اتفقنا انه الطبيعي انه ريال مدريد هو اللي هيفوز، ده الطبيعي، لكن يعني لو حصل غير كده يبقى دي هتبقى مفاجاه والعالم كله هيتكلم والى اخره، لكن انا لازم اكون انا عندي يقين وانا عارف ان انا اقدر ان انا اقف قدام اللعيبه دي، انا مش رايح اخد سيلفي مع فينيسيوس، مش رايح، لا انا رايح، وما اعتقدش ان احنا عندنا لعيبه بس انا بقول بشكل عام اللاعب لازم يكون مهيئ نفسيا انه هيلعب مباراه للتاريخ قدام ريال مدريد. شوف عايزك تشوف كده كام لاعب متواجد بشكل عام في مصر، لاعب كبير متواجد في مصر، يعني ابو تريكه ما لعبش قصاد ريال مدريد، فانت جات لك فرصه، ان انت فرصه عظيمه جدا ان انت تثبت نفسك، وانا بقول لحضرتك كمان انه في حاجات يعني مجرد ما البطوله دي تنتهي خليكم فاكرين بس هيبقى في عروض كبيره جدا لبعض اللعيبه، كبيره طبعاً بارقام طبعاً. كبيره، لانه فعلا يعني خلينا نتفق انه النادي الاهلي ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، بغض النظر عن النتيجه بكره احنا الفخر بتاعنا ان احنا وصلنا لريال مدريد، وان شاء الله نحاول، وليه لا ما نفوزش يعني، ده طبعا بعيدا عن الهزار ان احنا بنهزر وبتاع ونقول مش عارف ايه والله يهد والكلام ده، لكن في الاول في الاخر في النهايه النادي الاهلي بشخصيته يقدر ان هو يصنع الفرق، وليه ما لا ان شاء الله تعالى ان شاء الله مفيش مشاكل يعني ان شاء الله. طب كم هتكمل لنا حاجه في تاني في الوصايا؟ انتوا عندكم حاجه؟ لا احنا خلصنا كده الوصايا، عايزين انا عايز اخد من كلامك انه اللعيبه احنا طبعا مش عايزين اداء مشرف، عايزين ان طبعاً. احنا ان شاء الله نعمل نتيجه، واعتقد انه اللعيبه رايحه بالروح اللي انت بتتكلم طبعاً. فيها دي، ودي فكره كولر وهو قال كده
يعني هو قال انه احنا مش احنا رايحين عندنا حظوظ ان احنا نفوز على ريال مدريد. صح. فلازم ده يكون في مخيله كل لاعب. صح. احنا عايزين بقى نخش على توقعات سريعا، نبتدي من وجهه نظرك مين هيبقى رجل المباراه في يعني خلينا في كل فريق، في حاله في كل فريق هو ماشي. يعني في كل فريق من وجهه نظري لو هنتكلم انا شايف ان حسين الشحات من الاهلي. حلو. من الاهلي. لو هنتكلم من الناحيه الثانيه طبعا فيني. طيب بتوقعاتك كده يا شيف، وانت بتتوقع حلو المفروض؟ لا يعني لا لا بجد في دي ما بتوقعش. في دي تفائل فضلكم، في دي هطلب منك تتفائل بس. أيوة مين هيكون اول صاحب اول هدف؟ انتوا بتطلبوا حاجات غريبه، حاجات صعبه قوي. ما تتمناه يعني؟ لا والله انا اتمنى بشكل عام، ما عنديش والله ما عندي توقع، بس اللي انا بتمناه ان شاء الله تعالى ان احنا نؤمن بحظوظنا في الفوز. مين اول صاحب اول هدف؟ رد هدف أي في المباراه. اي حد في المباراه قول اللي انت متخيل ممكن يخش بجول. يعني اعتقد ان فينيسيوس ممكن يسجل. لاعب شايف انه هيكسر التوقعات بادائه؟ كل لعيبه الاهلي، كل لعيبه الاهلي، والله كل لعيبه الاهلي. صدقيني انا عندي يقين ان شاء الله تعالى ان احنا نعمل ماتش كبير جدا جدا. وانا جداً. كمان ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. طيب الشوط الاول شايف ان احنا هنهاجم ولا هندافع ولا ماتش هيبقى عامل لابد من التوازن. انا مش انا بصراحه مش عاجبني برضو ان احنا نلعب مباراه يعني بكون فيها ما نستمتعش بيها. انت مش كل يوم سبت بتروح تلعب ريال مدريد، لا. هو انت عشان تلعب ريال مدريد بتقعد فتره طويله، فمحتاج احنا بنتمتع. ريال مدريد لما كان متواجد هنا في القاهره في 2001 كان هيغلب الاهلي 3-0 في البدايه. لما الروح المعنويه عليت الاهلي كان هيفوز فرق سكور والناس ترجع للمباراه دي. ويمكن انا في الحلقه متكلم على الجزئيه دي، فهو جزئيه العامل النفسي دي مهمه جدا جدا. واعتقد ان النادي الاهلي ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى الامور تمشي بشكل كويس يا رب. خلينا نروح لماذا لو تعادلنا 0-0، وده التوقع الاقرب ليا. يعني انا حاسه ان الماتش ده احسن سيناريو لي. اشتغلي مكاني بقى، تعالي بقى في مكاني. ان هو يخلص 0-0 ضربات جزاء. توقعاتك ايه بقى في الجزء بتاع ضربات الجزاء؟ والله بعول بشكل كبير على خبره الشناوي. يعني هو ما شاء الله عليه. طبعا هي ملاش كبير وكل ممكن الشناوي يصد الخمس كور من الناحيه الثانيه ونضيع الخمس كور لا قدر الله يعني، او العكس. اقصد اقول انه الشناوي صراحه ان شاء الله تعالى الامور تبقى يعني كويسه في صالحنا فيما يتعلق بضربات الجزاء لو عرفنا ان احنا نقفل التقفيل المظبوط. وخلينا نقول يعني انه افضل فتره نلعب فيها ضد ريال مدريد كل صراحه يعني هي كل منطقه الفتره دي. التخبطات اللي حصلة دي يعني وضع طبيعي. انت لو جاي في ريال مدريد في السكواد الرائع، انت بتتكلم دلوقتي في لاعب مميز جدا زي فيني مثلا، لكن انت زمان كنت بتتكلم على جارث بيل وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وتوني كروس ولوكا مودريتش كنت هتنزل تاخد علقه. لا والله مش هنايه تحاول، لكن انا اقصد اقول انت يعني ريال مدريد مش في افضل حالاته. وانا بقول لك انه خلال سنه بالظبط هتشوف ريال مدريد مختلف تماما لما ينضم بقى بعض الاسماء الكبيره زي اندريك. زي رد على السؤال ده قبل ما نختم، الشناوي ولا دفاع ريال مدريد؟ حارس مرمى، حارس مرمى لينيون. لا طبعا الشناوي والله العظيم، مش عشان حاجه. خلاص. مش بس خلاص قلقان من ايه؟ لا عشان بس الناس بتعتقد ان انت عشان متواجد في قناه النادي الاف. لا خالص طبعا مزبوط. الشناوي. صح. لكن انت هتيجي تقول لي تيبو كورتوا، اقول لك لا في فرق. فيعني ده بكل منطق يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا، انت نورتنا كالعاده، ومبسوطه ان احنا الاثنين طلعنا بنشجع. أيوة. فرقه واحده. أيوة. نتيجه الماتش توقعك ايه؟ ارقام. لا انا معاك، انا برشلونه. برشلونه. لا برشلونه هايل. نتيجه الماتش اخيرا قبل ما اختم لازم نتوقع. قول يا جماعه. صعب، مش هعرف والله ما هعرف. انا بقول 0-0 ضربات جزاء، وان شاء الله ربنا هيكرمنا في ضربات الجزاء. انا بقول كده برضو. بقول انت احنا هنكسب. معانا هنكسب مسلمه جدا. لا اصل انا توقعاتي صح، انت مش عارف. انا توقعاتي مظبوطه. يعني اميره شايفه ان احنا هنكسب ان شاء الله. هنكسب باذن الله. شريف صعب والله. مش والله ما عندي مهمه. شريف لازم تقول توقع. والله ما عندي تخيل. انا حقيقي انا ما عنديش تخيل المباراه، بس هي مباراه صعبه. انا كل طموحي ان شاء الله تعالى مش مساله اداء مشرف، بس ان احس ان فريقي فعلا نازل الملعب بياكل النجيله زي ما بيقولوا. بس لازم هياكل النجيله وهيكسب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. انت نورتنا كالعاده، وان شاء الله تنورنا ونحتفل باذن الله بنتيجه المباراه. وانا بقى مبسوط جدا والله انا موجود معاكم فعلا. احنا كمان بنشكرك على المعلومات والتحليل اللي قدمته لنا، وان شاء الله يا رب ربنا يكملها ونفتح بكره باذن الله. خلصت فقرتنا، نطلع دلوقتي لفاصل ونرجع مره ثانيه.